السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد ذلك من الزوج تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكم الجديد، ولأن وفيكم بمصاريف جامعة الجلالة وتنسيق القبول 2022-2023. مصروفات جامعة الجلالة: تعتبر جامعة الجلالة من الجامعات الأهلية وتعتبر من أكثر الجامعات المنافسة، ويعتبر الهدف الأساسي من جامعة الجلالة هو التعليم بصورة أساسية وليس الربح. وتضم جامعة الجلالة حوالي 14 كلية بمختلف المجالات الطبية وكليات الهندسة والكليات الأدبية. الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة 85%، الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة بجامعة الجلالة 80%، الحد الأدنى للقبول في كلية العلاج الطبيعي بجامعة الجلالة 80%، الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البيطري بجامعة الجلالة 75%، الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة بجامعة الجلالة 75%، الحد الأدنى للقبول في كلية الفنون التطبيقية بجامعة الجلالة 65%، الحد الأدنى للقبول في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الجلالة 65%، الحد الأدنى للقبول في كلية التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب الآلي بجامعة الجلالة 65%، الحد الأدنى للقبول في كلية الإعلام بجامعة الجلالة 55%، الحد الأدنى للقبول في كلية الألسن بجامعة الجلالة 55%، الحد الأدنى للقبول في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والإدارية بجامعة والإدارة بجامعة الجلالة 55%. المصاريف الثانوية لجميع كليات جامعة الجلالة: المصاريف الدراسية لكلية الطب بجامعة الجلالة 105 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية طب الفم والأسنان 97 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية الصيدلة 85 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية الطب البيطري 60 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية التمريض 31 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية الهندسة 69 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية هندسة المنسوجات 58 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية العلوم الأساسية 48 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية الصناعات الغذائية 43 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية العلوم الصحية 39 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية الدراسات القانونية 45 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية العلوم الاجتماعية 43 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية السياحة 40 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية الفنون 49 ألف جنيه سنويا، المصاريف الدراسية لكلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه سنويا. الأوراق المطلوبة للالتحاق بجامعة الجلالة: يجب على الطالب إحضار شهادة الثانوية العامة الأصلية أو شهادة الثانوية الأثرية أو ما يعادل الشهادة الثانوية بشرط أن تكون موثقة من الخارجية المصرية. يجب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة. يجب إحضار 6 صور شخصية مقاسها 4x6 بخلفية بيضاء. يجب إحضار شهادة الميلاد الأصلية، والتقديم يكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة. وبهذا قد أوفيناكم بمصروف مصاريف جامعة الجلالة وتنسيق القبول 2022-2023. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.